موجودة جوه المدرسة وبتخدم على مدرسة التعليم الفني القريبة، فهي مش نوادي. دي صورة من الأرض، وهنوريكم شوية صور لنوادي الابتكار اللي تم تنفيذها. في 36 مؤسسة في نوادي الابتكار دلوقتي اتدربوا على استخدام هذه الأجهزة، سواء الـ 3D برينتر، ليزر كاتر، الـ CNC، المعدات الأخرى الأبسط من كده اللي بيتم الاستخدام بتاعها. ده صورة تانية من نوادي الابتكار، لو مش مألوف يعني يكون شكله بيحسس الولد ببيئة ابتكارية، ببيئة ممكن يطلع فيها منتج. فحتى الرسومات اللي على الحيطة اتحاولنا جاهدين انها تكون بتصب في هذا السياق. دي صورة تانية لنوادي الابتكار. كمان في ريادة الأعمال صادر تمويل وصادر دعم فني، حاضنات وما إلى ذلك. وحتى نشرحوا في نص السنة هتدربوا على ده، اليومين الجايين دول على طول بعد التنشيطي ازاي تستعملوا الدليل في بحيث ان هم يلتحقوا بركاب مشروعات الصغيرة.